اجتماع بالعاصمة التونسية بين رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا فايز سراج والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون على هامش مشاركتهما في تشييع جثمان الرئيس التونسي الراحل باجي قائد السبسي. ونقلت السفارة الفرنسية بطرابلس أن اللقاء بحث تطورات الأوضاع حول العاصمة ليبيا، كما تطرق خلاله الطرفان لوقف التصعيد العسكري ووقف الأعمال العدائية، ودعوا إلى اتفاق سياسي تحت إشراف الأمم المتحدة والحشد لمكافحة الإرهاب. بالإضافة إلى الموضوع الأمني الذي تتهم فيه فرنسا بدعم قوات حفتر لوجستيا وعسكريا، ألقى ملف الهجرة بظلاله على اجتماع طرفين بعد غرق أكثر من 130 مهاجرا في أكثر الحوادث مأساوية في تاريخ شواطئ ليبيا. وأنهى السراج مشاركته في تشييع جثمان السبسي بلقاء مع المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة بمقر إقامة رئيس حكومة الوفاق بالعاصمة التونسية. ونقلت الصفحة الرسمية لحكومة الوفاق على فيسبوك أن اللقاء تناول مشاركة البعثة الأممية في وقف الصراع قبل يوم من جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في ليبيا. وغردت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على حسابها في تويتر عن نتائج اللقاء بالقول إن سلام أكد لسراج موقف البعثة الثابت بشأن الصراع بين طرفين والقاضي بوجوب الانتقال للحل السياسي باعتباره الحل الوحيد لما يجري في البلاد مهما طال أمد الحرب. ميدانية تتواصل المعارك بعدة محاور على أطراف العاصمة طرابلس بين قوات حفتر وقوات حكومة الوفاق بعد يوم من قصف قوات حفتر الكلية الحربية بمدينة مصراتة.